بقى مشاهدينا الكرام للموضوع اللي بقالنا حوالي اسبوعين بنتكلم عنه، او يمكن اسبوع وكمان، حتى واحنا في الطريق بنلاقي ان الراديو بيتكلم وبياخد اقتراحات المواطنين نعمل ايه بقى في الازمه اللي بيتكلموا عنها. ايه الموضوع دلوقتي بقى؟ الشغل الشاغل بالنسبه لناس كتير، وقت ما تيجي بقى حتى تهزر تقول انا هجيب تمساح امشي بيه في الشارع، ده انا احتمال افتح باب البيت الاقي تمساح قدامي، وده خلاص هيبقى من ضمن الحيوانات الاليفه اللي نربيها في البيوت بشكل عادي. كنت لسه امبارح مثلا في الراديو سمع مقترحات المستمعين، واحده بتقول ده احنا بعد كده خلاص ده احنا المفروض ان نعمله وسيله مواصلات. ايه سبب اصلا كل اللغط ده؟ سبب كل الكلام ده ايه؟ ان اتقال ان التماسيح بقت منتشره حتى في الترع، حتى في المصارف، ان ممكن بعد كده لو تمساح صغير نلاقيه في اي مكان عشان في انتشار كبير للتماسيح. يعني حتى دي يعني احنا حتى مش متاكدين يا الصوره دي حقيقيه ولا هزار، لكن حتى لو كانت هزار فهي بسبب الكلام اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، ان في انتشار للتماسيح فعلا ولا ده اي كلام؟ طب هو لو في انتشار ده المفروض ان احنا نستفيد منه ولا نخاف منه ونقلق؟ نعمل ايه؟ وفي نفس الوقت ما نقدرش ننكر برضو ان وقت ما نتدخل في المنظومة الطبيعية بتاعت البيئة يمكن نعمل مشاكل. دي كلها صور طبعا جبناها من المواقع المختلفة، وأكيد حضراتكم كمان لقيتوها على الفيسبوك ولقيتوها في مواقع مختلفة كلها بتتكلم على الموضوع ده. طب نعرف أكتر بقى من الناحية العلمية، نسيبنا من المقترحات اللي فيها نوع من أنواع الهزار شوية، أو نسيبنا من التخيلات الكبيرة جدا، كل واحد خلاص بقى بدأ يتفق على تمساح، كل واحد بيقول ده أنا هربيه إزاي، هحطه في الحتة الفلانية في البيت. نسيبنا من كل الهزار ونتكلم بقى جد شوية. معانا دلوقتي الدكتور قلبية لأبو حطب، وهو مدير عام المكتب الفني بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، يقول لنا هو ايه بالظبط اللي حصل. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. هو حضرتك اكيد سمعتنا، واكيد حضرتك سمعت ناس كتير بتتكلم عن الموضوع ده. والله حضرتك طبعا هو الموضوع يعني بقى فيه مغالاة كبيرة جدا. يعني الموضوع طبعا هو طبعا يعني التمساح لم يصبح ظاهرة، يعني الحالات اللي احنا البلاغات اللي جات لنا بلاغات فردية على فترات متباعدة، وده مش بيمثل يعني العدد الكبير اللي احنا نقدر نتكلم فيه ان يحوله ظاهرة. وفي نفس الوقت احنا يعني حضرتك ذكرت شيء ان التدخل قد يؤثر على المنظومة. ده اللي احنا درسناه في العلوم زمان. اه يا فندم، اه حضرتك، هو عموما احنا لو جينا نتكلم عن ظاهره عن وجود التمساح في نهر النيل، فمن الناحيه البيئيه ليس هناك مشكله، لان هو اصلا اسمه التمساح النيلي. فوجوده في نهر النيل ده شيء طبيعي، وكان تاريخيا ومسجل لفترات قريبه في نهر النيل. ولكن حضرتك احنا لو جينا نناقش الموضوع، هل هو تواجد نتيجه تولد طبيعي من اب وام في البريه في يعني في النهر تواجده، ولا تم القائه من اللي هم الاتجار غير شرعي؟ فحضرتك دي التساؤلات اللي احنا دايما بنسالها لنفسنا. وفي نفس الوقت حضرتك احنا لما بنتدخل هنا فاحنا بنتدخل عشان ان قد يصير يعني مش بنتدخل عشان الناحيه البيئيه، لا احنا بنتدخل لان في الناحيه البيئيه وجوده في النيل مش ضرر، لكن احنا بندخل من الناحيه المجتمعيه. لان ايوه يا دكتور، بس اصل احنا كمان اما لقينا ان في تصريح لوزير البيئه بيقول ندرس اقامه اول مزرعه تجريبيه لتربيه التماسيح بهدف الاستغلال الاقتصادي، فطبيعي ان اللي بيجي في ذهن اي واحد فينا كده عادي معناها ايه؟ ده معناها فعلا في تماسيح كتير جدا، وعشان كده عايزين بقى نعمل لها مزرعه مخصوص ونشوف الناحيه الاقتصاديه هنستفيد ازاي. هو حضرتك عموما يعني بقول لحضرتك عموما يعني انا هتطرق لحضرتك يعني في هذا الموضوع. حضرتك احنا لو جينا ناخد من ناحيه البيئه ليس هناك ضرر على البيئه من وجوده، بل وجود التمساح في البيئه دليل ان المنظومه البيئيه مكتمله، لان هو على القمه، هو اللي بياكل يعني هو اكبر حاجه يعني، فكل ان هو موجود فاللي تحتيه اكيد بحاله نسبيه جيده يعني. ولكن حضرتك احنا هنا بنتدخل مجتمعيا عشان طبعا في وجود تمساح، وده طبعا فيه يعني في بعض الاوقات في لو كبر حجمه قد يمثل خطوره على بعض الافراد اللي هم لو نزلوا عنده، لكن التمساح لو موجود في النيل وما فيش حد هاجمه التمساح ما بيهاجمش حد عموما يعني، الا اذا حد تدخل وهاجمه. ايوه يا دكتور، بس معلش انا اسف على اني بقاطع حضرتك، لكن دلوقتي حضرتك نفسك اثرت نقطه احنا نفسنا بنفكر فيها، وحضرتك في الاخر برضه ما جاوبتناش. ايه اسباب
الكلام دلوقتي؟ ايه اسباب الانتشار بتاع الكلام ده دلوقتي؟ مفيش انتشار يا فندم، هو كام حاله اللي حصلت في ناحيه وبالفعل تدخلنا. حضرتك انا بقول لحضرتك هو وجوده قد يكون تم القائه وقد يكون متواجد في النيل، ومجرد ما بيجي لنا بلاغ فاحنا بنتدخل مباشره، يعني مفيش ما جالناش بلاغ مره وما مسكناش التمساح. بنتدخل بناخده من بيته الطبيعيه برضه ونرجعه بيته الطبيعيه في بحيره ناصر. يعني احنا ما فيش تاثير على البيئه لانه جه، ولا تاثير على الكائن لانه اتاخد من بيئه طبيعيه في نهر النيل ودخل في بيئه طبيعيه في نهر النيل نفسه في المكان اللي هو ما فيهوش مش مأهول بالسكان. لكن حضرتك هو حاليا دلوقتي ما بقول لحضرتك قد يكون تواجده في 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 مثلا في مصرف زي المسارب بتاع ناهيه ده مؤكد ان هو تم القائه، يعني من الاتجار غير شرعي، يعني في حد جاي رباه عنده في البيت فكبر ما قدرش انه يتعامل معاه فرماها في ترعه. لكن لو جينا نبص لفرقه الاسماعيليه فقد يكون داخل من النيل، يعني قد يكون داخل من النيل لانه جنب قريب من مأخذ الترعه، والترعه ديت رافد رئيسي من رافد النيل وقد يكون تم القائه باليد. طيب ده بالنسبه لتفسير حضرتك في ان هو اتوجد في اماكن مش من الطبيعي ان هو كان يبقى موجود فيها. لكن استاذن حضرتك في صوره كده هي لفتت انتباهنا، وحتى واحنا يعني بنطلعها كنا بنقول احنا مش عارفين هي اخر كلام هي حقيقيه ولا هزار. هات لنا كده يا داغر والنبي الصوره نشوف مع بعض كده ونسال دكتور. ايوه اهي الصوره دلوقتي، الصوره اللي قدامنا دي واحد يعني رابط التمساح كده زي ما حد ممكن يبقى رابط كلب وبيتمشى بيه. هل ده وارد ان هو يحصل على ارض الواقع ولا ده ايه؟ لا ما افتكرش طبعا حضرتك، يعني ده حضرتك يعني ما انا مش شايف طبعا التلفزيون مش قدامي عشان انا احكم عليه. ما انا وصفته لحضرتك يعني هو مش واقع، يعني ما حد يعني ده اكيد طبعا يعني دي صوره يعني قد تكون متركبه، لكن يعني هي هي يعني التمساح مش من الكائنات اللي تتفاوض بالشكل ان واحد يربطها ويمشي بيها وهتمشي ورايا يعني. طيب يعني نرجع تاني بقى لموضوع بحيره ناصر. يعني حضرتك لكن لا بقى لازم حضرتك الحاجه يعني الحقيقيه لازم تقال ان ما فيش يعني الناس ما تنزعجش، لان احنا ما جالناش اي بلاغ ايا كان يعني ما فيش تواني ولو للحظه واحده، مجرد ما بيجي بلاغ بنتواجد بشكل كامل فول داي، يعني بنقعد يعني تابع على مدار 24 ساعه بيكون في رصد. حتى بعد ما بنمسك التمساح بيتواجد الرصد، يعني احنا مثلا في ناهيه مسكنا التمساح وقعدنا بعدها على الارض. ايوه بس يا دكتور في ناس على فكره يعني فعلا من زمان من ايام ما احنا كنا حتى اطفال في ناس تقول ان فلان صاحبهم عنده تمساح صغير كده بيربيه اشتراه مش عارفه من سوق ايه، ده في الاخر بيروح فين يعني؟ حضرتك هو يعني ايه اللي بيروح فينا فين؟ يعني فعلا في ناس في مصر ممكن ان هي تبقى بتربي تمساح عايزه تقتني تمساح كده تربيه؟ والله عليك التمساح يعني هو ممكن يتربى بس لسن معين، يعني حجم معين، يعني قد يوصل مثلا بعد ال 50 سم هو مش هيلاقي حوض يكون على حجمه، ففي الغالب يعني هيتخلص منه لو هو عنده هيتخلص منه يعني. طيب نروح بقى للموضوع اللي هو الكبير. بما ان حضرتك بتقول بنقوم واخدين التماسيح دي اي تمساح يستحسن ان هو بعد كده يبقى موجود في بحيره ناصر اللي هي بيئته الطبيعيه، ده برضو من ضمن البيئات الطبيعيه. او نهر النيل برضو او نهر النيل. بحيره ناصر بالذات بقى كان برضو في كلام كتير جدا عنها ان التماسيح بقت حجمها كبير جدا، وحتى من 10 سنين يمكن مثلا كان في صورة افتكرها كويس جدا ان الونش او اللودر بيشيل التمساح وحجم التمساح مقارنة بالونش يعتبر كبير، يعتبر كبير فعلا. ده فعلا بيأثر على نسبة الأسماك اللي موجودة في بحيرة ناصر؟ يعني احنا خسرانين بوجود التماسيح دي في البحيرة ولا لا إيه؟ طبعا لا طبعا حضرتك لا هي حضرتك احنا يعني احنا عندنا فريق يعني واحدة متخصصة خاصة بوحدة رصد وإدارة التماسيح، طبعا لأن ده قيمة فاليو، يعني ده قيمة من ضمن الموارد الهامة اللي يجب إن احنا نديرها بشكل جيد. ولذلك احنا عملنا انشانا في وزاره البيئه وحده خاصه اسمها وحده اداره ورصد التماسيح. حضرتك يعني طبعا اللي كتب ده يعني كلام خارج عن النطاق العلمي، يعني حضرتك يعني الاتزان البيئي في بحيره ناصر اتزان كامل بشكل كامل، وان التماسيح ما بتمثلش اي خطوره على المحتوى السمك. يعني اصل يا دكتور الناس كلها وقتها بتعلق ايه اول ما تيجي سيره بحيره ناصر والتماسيح والثروه السمكيه يتقال يعني احنا قاعدين ناكل التماسيح الاسماك واحنا نفسنا الاسماك بتبقى غاليه علينا، ده الحاجه اللي دايما بتتقال، الحسبه اللي دايما بتتقال. لا حضرتك هو التماسيح ما فيش منها خطوره، لان حضرتك هو ده الاتزان البيئي فيها بدرجه 100، لان حضرتك ده بوبليشن، يعني البوبليشن فيه البوبليشن ده ال ال ال
اللي هو المجتمع اللي موجود ده والعشائر الموجوده فيه ده بشكل متزن يعني. يعني حضرتك احنا من خلال الدراسات اللي عملناها ما ثبتش الكلام ده تماما يعني. احنا طبعا احنا قريت اللي حضرتك قلتي ده وردنا عليه رد علمي ان ده ان العدد اللي موجود ده ما بيحصلش الكلام ده، وان كميه الاكل اللي التمساح بياكلها ما تتناسبش مع الكلام اللي اتقال يعني. فحضرتك ما فيش خطوره على المحتوى المخزون السمكي من التماسيح تماما. طيب خير ان شاء الله. دكتور البيلي ابو حطب مدير عام المكتب الفني بقطاع حمايه البيئه الطبيعيه بوزاره البيئه، شكرا على المداخله دي. احنا في الحقيقه يعني رحنا من الجد لحتى الصور اللي فيها نوع من انواع الفكاهه شويه، ورجعنا برضو بتتكلم على الموضوعات اللي دايما بتيجي في اذهاننا اول ما نقول تماسيح وبحيره ناصر. ناس كتير فعلا بتعلق بان الثروه السمكيه يمكن تتاثر نتيجه للتماسيح. آخر خبر معانا